أكبر الروافد الخرسانية لمشروع مجسري عدن وصنعاء في جانب الكرخ من بغداد، تمت عملية تركيبها بطريقة هندسية معتمدة دولياً. الروافد التي تمت عملية تركيبها يبلغ طول الواحد منها نحو 40 متراً، دائرة الطرق والجسور أشارت إلى نصب وتسليح وحدادة القالب الخشبي لقرابة 10 فضاءات، إذ إن العمل بالفضاءات يعد من المراحل النهائية لإتمام مهام العمل. أطول الروافد الموجودة أكثر من 35 متر وصلنا بطول الرافدة. اليوم يتم إنجاز هذا الفضاء الأخير في شارع الربيع. نحن الآن وصلنا إلى 18 فضاء مرفوعة كافة الروافد، أعمال النجارة والتسليح والقالب ل8 فضاءات مستمرة. في مجسر قرطبة بجانب الرصافة من بغداد تمت عملية صب آخر فضاءاته فوق الروافد الحديدية العابرة لسريع محمد القاسم. الدائرة الهندسية المنفذة للمشروع أوضحت صب الجدار الجانبي وإنجاز الحاجز الكونكريتي الفاصل بين مساري الذهاب والإياب، فضلا عن إنجاز جميع الأعمدة والركائز وقبعاتها والمباشرة بإعادة تأهيل المقتربات الجانبية. صب 3 فضاءات الأخيرة من مجموع الكل للمجسر 27 فضاء، والفضاءات هي اليوم 3 هي الأخيرة، هي العابرة على سريع محمد القاسم. إن شاء الله سيتم اليوم ليكتمل اكتمال جميع سطحة مجسر قطبة. لم يتبقى من أعمال مجسر قطبة سوى أعمال المقتربات. عدد من مشاريع فك الاختناقات المرورية الحزمة الأولى ستتم عملية افتتاحها خلال النصف الأول من العام الحالي، هذا ما أكدته وزارة الإعمار والإسكان، في حين أوضحت دائرة الطرق والجسور أن المتبقي منها وصلت فيه نسب الإنجاز إلى مراحل متقدمة وسيدخل الخدمة الفعلية تباعا. من سقف أحد المجسرات ببغداد، زيد الطائي، قناة العراقية الإخبارية.